السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مع مصفات ام وليد راح ندير لكم كوكا مرقه بالزيت. فقط نعتذر على الغياب نتاع اليومين، اعذروني. فقط في هذا الوصفه شرح نحتاج راح نحتاجو كاس تاع الماء عادي، يعني من الروبيني، يعني ماشي سخون ماشي بارد، وكاس الا ربع تاع الزيت، والملح والفرينه باش نلمو العجينه. هذه كمرحله اولى نمجدو نلمو العجينه تاعنا. اذا ندير هذاك الكاس تاع الماء، سهله مهله، حتى المقادير قليله، احيانا ما تكونش عندنا زبده التوريق وحبينا ناكلو يعني كوكا مرقه. ندير لهم شويه تاع الملح باش نملحو العجينه تاعنا. اذا هنا راح نخلط الخليط تاعي حتى تحسي انه ولا ابيض، يعني داك الزيت تخلط بالماء. اذا هنا بعد ما تخلطوا نبدا نزيد في الفرينه مباشره، يعني ما نخلوش هذاك الزيت يعاود ينفصل على الماء، وندلم في العجينه تاعنا. كنت عملت لكم قبل هذه العجينه، عندها موطه، عملت بهم دي شوسون، لكن عملت كاس زيت فقط كامل. جربت اني نقص الزيت، نعم نجحت في الوصفه، يعني نديرو كاس الا ربع فقط، ما نديروش كاس كامل. نبدا نلمو العجينه تاعنا، نلموها فقط، ما فيها لا دك ولا حتى شي، تجي خفيفه العجينه، يعني نشوف القوام تاعها. اذا هنا نغطيها ونخليها ترتاح ونوجدوا الحشو تاعنا. الحشو هنا وجدت، عملت حوالي زوج حبات تاع بصل كبار مع شويه تاع الزيت، ندبلهم مليح حتى يطيبوا لنا. بعد ما تحمص لي مليح هذاك البصل، نزيد عليه هنا حوالي زوج حبيبات تاع طوماطيش قطعتها مربعات، من الاحسن جربوا ما تكتبوش طوماطيش في التكتوكه، يعني قطعوها مربعات. ندلها فقط شوية تاع الفلفل الأسود والملح. يعني هنا الطريقة راهي باينة، فقط نخليها حتى تجمر مليح، نطفي عليها تبرد شوية ونكملو الوصفة. بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا، ندير شوية تاع الفرينة فقط، والتكتوكة راهي باردة، لازم التكتوكة تكون باردة، يعني ما لازمش نديروها وهي سخونه. نفتح العجينه على شكل مستطيل، والعجينه تكون رقيقه، لازم نعاونها بشويه تاع الفرينه ونفتح، يعني راح تجي سهله في الفتح لانه العجينه راهي مريحه. والخليط تاع التوريق راح نحتاجه 4 مغارف كبار، يعني بالتقريب باش تكفينا تاع المايزينا اللي هي نشا ولا نشا الذرة. ونزيد عليها الزيت غير بالعقل، وانا نخلط، يعني عملي الزيت تحصلي على كريمة. نبقى نخلط تكون شوية خفيفة، منتقلوهاش بزاف هذيك الكريمة تاعنا تاع النشا والزيت، نخلطو مليح. زيت شويه، شوفوا راهي جامده تطلق لنا هذه الطريقه. اذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، حصلوا على كريمه. نجرب كيفاش ندير طبقه من هذيك الكريمه، لكن جربي ما تكتريش بزاف، لانه البنه تاعها شويه الا كثرتي مش راح تجيك بنينه، يعني بنه غير مستحبه، تحسي كانه يعني فمك حرش. اذا نجرب كيفاش ندير طبقه رقيقه فقط، يعني الا قدرت ما نكملش هذه الكريمه احسن، يعني ما ديريهاش كامل، تقدري ديري فقط 3 مغارف كبار راح تكفي. سي كاش تجريها شويه في الزيت، يعني ما تعمليهاش ثقيله بزاف باش تمشي لك. بعد ما كملت كامل دهنتها، نرولي العجينه تاعنا على شكل رولي. العجينه بزاف خفيفه،
فقط كتروني اعطيها حقها تاع الفرينه. نكملوا العمليه تاع الطرف. اذا هانيا معانا نجرب كيفاش نغلقها ونقسم هذا الحربوش تاعي على اثنين. ها هي معنا هنا، يعني راح نشوفوا هذاك هو، هذا هو التبريق راح نحصلوا عليه. نديروا على جهه، نحكم هذه فقط، نجرب كيفاش نفتحها بالفرينه على الشكل، يعني حسب الحجم تاع السنيوه تاعي. ولازم العجينه تفتحيها رقيقه، يعني تفتحيهاش خشينه. ديما هذه الوصفه هذه، يعني انا بزاف اللي عملتها لكم هذه الوصفه، لكن فقط انا عملتها. تقدري نفس الطريقه وتعمليهم دي شوز يجوك بزاف شابين. اذا نفتحها، بعد ما فتحت العجينه تاعي راح نديرها في هذه السنيوه تاعي. اذا ندبر كيفاش نرفدها ونديرها في السنيوه، يعني نرفدها بالحلاب. عملية سهلة بهذه الطريقة. درت ورق الطهي فقط، قدري ما تستعملش ورق الطهي، ونحطها السنيوة تاعنا ونجرب كيفاش نسكنها. ونسكنها على حساب المول تاعنا. عجينة يعني انتي تتحكمي فيها عادي بهذه الطريقة. عملية سهلة. وش حرقيقة العجينة، من بعد نحط هذيك التكتوكة اللي كنت طيبتها. لازم تكون بارده على هذا، قلت لكم طيبوها من قبل وخلوها تبرد ونديرها كطبقة بهذه الطريقة. نعاود نفتح الطبقة الثانية، نجيب امامي الطبقة الثانية نفس الطريقة، ندلها كمية تاع الفرينة هكدا باش ما تغبنيش في الخدمة، ونعاود نفتحها على حساب الكبر تاع المول تاعنا. الفرينة راح تساعدك في الخدمة لأنو العجينة بزاف طرية. نفتحها على حساب المستطيل اللي عندي. من بعد نرفد العجينة بالحلال، نجيب السنيوة أمامي، تبعوا هذه الطريقة فقط، ونغلف الكوكا تاعنا. ونخدمها غير بعقل، نسيي كيفاش نجبدها ونغلقها. ها هي العجينة تاعنا. نخبزها ونسكنها مليح. مثلا هنا عندي زيادة ما عجبتنيش نحيها، يعني باش تجي فقط بهذه الطريقة. من بعد نحكم، يعني نخططها بالموس، نخطط فقط، يعني ما نقطعهاش حتى للتحت. ندير علامة فقط ندهن الوجه تاعها بالبيض. هنا عندي كمية تاع الزيتون أسود، كل حبة احنا نعرفو الكوكا يعني معروفة بالحبة تاع الزيتون على الوجه تاعها. وندخلها للفرن، يعني ما لازمش ديرها فرنو يعني بزاف سخون باش تاخد وقتها في الطياب ويعملونا ذوك التوريقات. نديرها على 180 درجة حتى طيب لنا مليح. تشوفي طابت من التحت، تشعليها من الفوق الا كان فونتيلي، شعليه من التحت فقط وشعلي المروحه. ندخلها الطيب ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا الكوكا هذا من خرجتها من الفوق، يا مازال سخونه، شوفوا كيفاش طابت لي، هي مازال سخونه. نجرب كيفاش نقسمها امامكم هكذا، يعني باش تشوفوا تجي مورقه، راهي كانها عجينه مورقه. نزيد نقسم حبه منها، يعني شتو شحال مقرمشة، فقط أنا رايحة معاها غير بالعقل. نقسمها مليح فقط
اذا ها هي، شوفي تجي مورقه هنا فقط، ما تكتريش. نعاود لك الكوش اللي ديريها تاع النشا بالزيت، ما تكتريش منها بزاف باش البنه تاعها تجي بنينه. اذا دوك نشوفوها في طبق التقديم. اذا الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، هي كوكا مورقه بالزيت بابسط المقادير. حشيت هنايا غير بالتكتوكه، شوفوا داك التوراق يعني لا رجي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها. اذا ها هي معنا، فقط هنا حبيت نقسم لكم حبه باش تشوفوا يعني التوريق تاعها. شوفوا يعني لاحظوا التوريق، شوفوا شحال تجينا مورقه، تجي روعه. جربوها البنات، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.